بص الاصحاح 11 وانجيل لوقا الاصحاح 20 اللي احنا قريناه النهارده. في الحقيقه المثل ده مثل مهم جدا، لانه السيد المسيح اداه عشان يكون لينا نتعلم منه في حياتنا، ان احنا ما نكونش في يوم من الايام، وربنا ما يسمحش في يوم من الايام ان احنا نكون كرامين ارضياء. اول نقطة هنتكلم عليها هو التفسير الرمزي للمثل. كل مثل اداه السيد المسيح كان بيبقى ليه تفسير رمزي. المثل بيقول انه في انسان، كل الامثلة السيد المسيح كان بيتكلم عنها كانت امثلة بتحصل في المجتمع بتاعهم، يعني هم كانوا عارفينها كويس لانه ده كان بيحصل في مجتمعهم. كان بيحصل ايه؟ انه لو شخص غني شوية بيجيب حتة ارض، طبعا هو مش فاضي ان هو يشرف على الارض دي ولا يزرعها، فيجيب مستاجرين وهم اللي يزرعوا له الارض ده. كرم يعني حديقه جنينه بتعمل عنب، فيها اشجار عنب، دي الكرم. والكرمين اللي هم الفلاحين اللي هيزرعوا ويعتنوا بالحديقه دي. كان الرجل الغني ايام السيد المسيح يعمل كده، يجيب حته الارض يجهزها يعمل لها سور، والكرم ده يحتاج ايه؟ يحتاج لبرج للمراقبة عشان لو في حيوانات ممكن تبقى جاية من بعيد هتفسد الكرم، في شخص كده يبقى فيه على البرج ينبه الناس اللي تحت انه في حاجة خطر جاية. وكان بيبقى فيه معصرة علشان بعد ما يجنوا العنب يعصروه عشان يطلعوا منه الخمر. و بعد ما يعمل الكرم دي وبعد ما يجهزه يخلي فيه مجموعة فلاحين يستأجروه. في آخر موسم الحصاد هم ياخدوا تلت المحصول أو ربع المحصول علشان تعبهم طول السنة، وهو ياخد الباقي. ده كان النظام المجتمع أيام السيد المسيح. طيب السيد المسيح بقى إدى المثل ده عشان يقول إيه؟ في الحقيقة الكرم هي كنيسة، الكنيسة بتاعتنا في العهد الجديد. قديما الكرمة أو الكرم كان هو بني إسرائيل، عشان كده بيقول في نشيد كامل اسمه نشيد الكرمة في أشعية 5، أشعية الإصحاح 5 يقول كده. فيه من ضمن النشيد يعني يقول إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. يبقى الكرم بتاعي هو شعبي، هو كنيستي، هو بيتي، هو ده الكرم بتاعي. عشان كده يقول في مزمور 80 اللي احنا قرينا منه جزء النهاردة، كرمة من مصر نقلت. هو ربنا نقل كرمة؟ لا، ده نقل شعبه، حرر شعبه من العبودية اللي كانت وقع عليها في أرض مصر ونقله إلى أرض كنعان، أرض الموعد. لكن يشبه شعبه بأن هو عبارة عن إيه؟ كرمة. كرمة من مصر نقلت، طردت أمم وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. هو ده الكرم. يبقى الكرم اللي هو شعب الله. قديما في العهد القديم كان بني إسرائيل، وفي العهد الجديد شعبه هو كنيسة العهد الجديد. طيب ده الكرم. ومن هم الكرامين؟ الكرامين اللي بيشتغلوا في الكرم ده الخدام بكل أنواعهم، الآباء الكهنة والآباء والناس اللي كل الناس رجال الإكليروس اللي هم خلوا كل حياتهم موهوبة للخدمة. طيب يبقى احنا مش من ضمن الكرامين، الحمد لله طلعنا من الموضوع. لا، في الحقيقة كل واحد كرام، لأن كل واحد مؤتمن على نفسه ومؤتمن على بيته. أنا مسؤول عن نفسي لأخلصها، ومسؤول عن اللي حواليا، خصوصا لو كانوا قرايب ليا، ولادي دول مسؤول عنهم، اخواتي لو أقدر أقدم لهم رسالة أنا مسؤول عنهم، زمايلي في الشغل أنا مسؤول،
صحيح أنا مش هقدر أتكلم معهم بشكل مباشر، لكن أنا أقدر بسلوكي وبكلامي الحلو إنه أكون سبب في إنه الأشخاص دي يحصل لهم نوع من التغيير، ولو حتى كان تغيير بسيط. فده حاجة مهمة قوي. يبقى من هم الكرامين أساساً؟ الخدام بكل أنواعهم وبكل درجاتهم. طب وأنا مش من ضمنهم؟ لا، أنت من ضمنهم. مش عارف أقول ده مع الأسف ولا ده حاجة كويسة. هي في الحقيقة حاجة كويسة لو الإنسان بيقوم بدوره، وحاجة هتبقى صعبة لو ما بيقومش بدوره، لأنه هيتحاسب. كل إنسان هيتحاسب. كل أم وأب بنجيبه يقول لهم آمنتم على هذا الطفل، فيقول آمنا، يعني أنا مسؤول عن الطفل ده، أنا مسؤول عن خلاص نفسه، يبقى أنا من ضمن الكرامين. فلازم نحترس لئلا في لحظة أو في مرحلة من حياتنا مع الأسف نكون كرامين أردياء. وفي موضوع الكرامين ده يقول أرميا النبي: رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيب المشاة برية خربة. يبقى دول الكرامين. نتمنى كلنا إن إحنا نجاهد نكون كرامين كويسين مش أردياء. طيب، هو لما أرسل لهم إيه؟ أرسل لهم ثلاثة. مين هم الثلاثة دول؟ البشرية لما سقطت والطبيعة فسدت، الله حاول إن هو يعيد ليها شكلها. الأول، أول عبد هو الضمير الطبيعي، الصوت الذي وضعه الله في داخل كل إنسان، ده أول عبد. طيب، هل الضمير الطبيعي حمل إنسان أو خلصه؟ لا، ما قدرش. في بعض الأحيان حمل إنسان. بنسمع كده إزاي رجال الله الأتقياء في سفر التكوين اللي هو قبل الشريعة ابعدوا عن الخطية. إزاي يوسف رفض الخطية؟ إزاي هابيل كان شخص صادق وكان شخص تقي؟ إزاي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا أشخاص أتقياء؟ وده كان بإيه؟ بعمل الضمير اللي هو الناموس الطبيعي، الصوت اللي الله وضعه داخل كل إنسان. لكن مع الأسف باقي البشرية انحرفت عن الطريق. ليه؟ لأن هذا الضمير قابل للتغيير مع الوقت. الضمير ده بيتأثر بالثقافة المحيطة. يعني اللي احنا بنعتبره هنا خطية ممكن في مكان تاني ما يعتبرش خطية. اللي احنا بنعتبره غلط ممكن يكون ده قمة الصح في مكان تاني وفي زمن تاني. لو احنا رجعنا بالزمن 100 سنة وتكلمنا عن بعض الحاجات كان يعتبروها خطأ كبير، دلوقتي بنعتبرها حاجة عادية. إذن الضمير بيتأثر بالمكان ويتأثر بالإيه؟ زمان، فلا يستطيع أن يخلص الإنسان. طب والعبد الثاني؟ العبد الثاني هو الناموس الناموس بتاع موسى، الناموس اللي الله أعطاه لموسى النبي، اللي فيه قوانين وفيه وصايا. لو التزم بها الإنسان التزام كامل ممكن يخلص. في الحقيقة ما حدش قدر يلتزم أبدا بالناموس. ليه؟ لأن الناموس عبارة عن قانون فقط، لكن ما غيرش الطبيعة اللي جوايا. أنا عندي طبيعة ميلة للشر. نتيجة السقوط الطبيعة نفسها تشوهت. فالمشكلة مش مشكلة حد بس فقط يقول لي ده صح وده غلط. المشكلة ان انا لازم كمان يبقى عندي ارادة من جوه تسعى للصح، بتحب الصح وتمشي فيه. وده مش ممكن يعمله الناموس. الناموس فقط عبارة عن قوانين بس، لكن ما يقدرش يغير الطبيعة الميالة للشر. فالناموس كان مشكلة. ليه؟ لأن معلمنا بولس الرسول بيقول لو ما كانش فيه ناموس ما كنتش هتحاسب. يعني أنا ما كانش فيه حاجة بتقول لي دي خطية ودي مش خطية. لما جه الناموس نور للطريق. وبعدين بقيت بقرأ عن حاجات وعرفت إن دي الحاجات دي لو أنا بعملها أو عملتها تبقى غلط.
طب انا مش قادر ما اعملهاش لاني مش قادر اغير طبيعتي. فالناموس اصبح بالنسبه للانسان مشكله مش حل. عشان كده يقول في روميه 7: لان الخطيه وهي متخذه فرصه بالوصيه خدعتني بها وقتلتني. الانسان لما يقرا الوصايا، بعض الوصايا، يلاقي فيه اخطاء هو ما كانش يعرفها، الناموس عرف عن طريق الناموس اللي قال له انه ده غلط. طب وبعدين بقى دلوقتي فيه شهوه جواه، الناموس سبب له شهوه ومش قادر هو يعالج المشكله دي لانه ما عندوش نعمه علشان يغير طبيعته. يبقى العبد الاولاني هو الضمير، والعبد الثاني هو الناموس بتاع موسى النبي، او اللي اداه ربنا على يد موسى النبي، والعبد الثالث الانبياء. الانبياء اللي جم بعد عهد الناموس وبداوا يوصوا الشعب وينبهوه ان هو يرجع عن الاخطاء اللي هو فيها. لذلك في العبرانيين في اول الرساله يقول كده: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. طيب، والأنبياء الناس سمعت ليهم؟ أبدا، قتلوا معظم الأنبياء. أشعية نبي اتنشر بمنشار خشب، أرمية النبي بعد حياة مليئة بالاضطهاد والعذابات موتوه في أرض مصر. معظم الأنبياء ماتوا مقتولين بأيدي اليهود نفسهم لأنهم رفضوا أن هم يسمعوا للأنبياء. وما هو الحل؟ أن يرسل الله ابنه الوحيد. عشان إيه؟ عشان يغير الطبيعة، لأن المشكلة الأساسية مش في أنه ما فيش وصية، مش لأنه ما فيش كلام قوي، لا، المشكلة إنه الطبيعة نفسها كانت لازم تتغير. فعشان كده أرسل لهم ابنه. يقول المثل: أرسل ابن الحبيب لعلهم يخجلون منه. فلما رآه الكرمون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ليكون لنا الميراث. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. يبقى في نهاية الأيام أرسل الله ابنه. علشان إيه؟ علشان ينقذ هذا الكرم اللي أصبح لا يثمر. طيب، المثل ده احنا نستفاد منه ازاي في حياتنا؟ اول نقطة، احنا عايزين نتكلم في نقطتين بس. اول نقطة، احنا مش اصحاب مكان، احنا فقط مؤتمنين ان احنا نخدم فيه. احنا لا نمتلك شيء، حتى انفسنا هي ملك لله الذي خلقنا، مش ملك لنا، واحنا مؤتمنين ان احنا نحافظ عليها، نحافظ عليها روحيا ونحافظ عليها جسديا على نفسنا. فلما يجي واحد ويهمل في صحته ويقول انا حر، في الحقيقه هو بيعمل خطيه. لا، انت مش حر لانك مش ملك لنفسك. لما يقول واحد انا اعمل اللي انا عاوزه، في الحقيقه لا، انت مش من حقك تعمل اللي انت عاوزه، لانه نفسك دي ملكا للذي خلقك وملكا للذي افتداك. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول: لأنكم اشتريتم بثمن. إذا لسنا بعد لأنفسنا، بل لمين؟ للي اتصلب عننا وقام. ده المهم. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول إن إحنا، هو سيد المسيح قام، مات وقام لكي لا نكون بعد لأنفسنا، بل نعيش لأجل الذي قام، مات لأجلنا مش لأنفسنا. طيب، ده بالنسبة لأجسادنا أو نفوسنا، والأموالنا ينطبق عليها نفس الشروط دي. كل خير ربنا ادهولك هو في النهاية عطية من الله. عشان كده داود النبي لما وقف وجهز ذهب وحديد ونحاس وخشب عشان يبني الهيكل، ما قالش ده بتاعي، قال كده: ومن يدك أعطيناك. كل حاجة أساسا يا رب هي بتاعتك، ومن يدك
أعطيناك، يعني مش حاجتنا وإحنا اديناها لك، لا ده هي أساسا بتاعتك وفي إيدك وإحنا اديناها لك مرة تاني، مش بتاعتنا. طيب دي أول حاجة، والمشاعر دي لو الإنسان عاش بيها في أمور كتيرة قوي قوي في حياته هتتغير، محبته للمال أو نظرته للفلوس هتختلف، ونظرته لنفسه للي حواليه هتختلف، لأن جزء كبير قوي من مشاكلنا نتيجة شعورنا بأنه ده بتاعي وده ملكي وأنا حر وأنا ليا سلطان ودول ولادي وأعمل اللي أنا عاوزه وده بيتي وأتصرف فيه زي ما أنا عاوز ودي فلوسي وأعمل بها اللي أنا نفسي فيه. في الحقيقة المبدأ ده غلط خالص. النقطة الثانية، الله يطلب الثمر، الله عاوز الثمر مش عاوز الكلام، مش عاوز أفعال، عاوز أفعال مش عاوز كلام. عشان كده يقول في نشيد الكرمة: والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنع له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيا؟ أنا عاوز عنب حلو، عاوز ثمر كويس. عشان كده يقول: ليس أنتم اخترتموني، بيكلم تلاميذ السيد المسيح، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. الثمر نوعين، نوع داخلي ونوع خارجي. الثمر الداخلي ثمار الروح القدس جوانا، محبة، فرح، سلام، طول أناة، وعادة، وداعة، تعفف، لطف، ده ثمر داخلي. الإنسان المرتبط بربنا إنسان بشوش، إنسان بيحب كل الناس، إنسان عنده سلام داخلي، ده ثمر داخلي. وثمر خارجي بيجيب ناس تانيين يقدر يكرز باسم المسيح، بس مش ممكن هيكرز باسم المسيح غير لما يكون عنده ثمر داخلي. إنسان ما يعرفش المسيح وملوش علاقة قوية به من جوه، مش ممكن الناس اللي بره تتأثر بيه. يبقى أنا محتاج حاجتين، ثمر داخلي وثمر خارجي. وعشان كده السيد المسيح قال في يوحنا 4: أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد، ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد. أنهي حقول يا رب؟ النفوس بتاعت الناس. والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، يعني يجمع نفوس يضمها لملكوت الله لكي يفرح الزارع والحاصد معا. يبقى هو ده الذي يفرح قلب الله. مين الزارع؟ الله هو اللي بيزرع، الله هو اللي بينمي. ومين اللي بيحصد؟ الخدام. في النهاية ما ننساش إنه هذا المثل مش مجرد مثل قاله السيد المسيح من 2000 سنة وخلاص، لا ده مثل بيعلمنا وبيرشدنا للطريق وبيقول لنا لازم نكون كرمين، نحترس لألا نكون كرمين أردياء، ونحترس نتعلم منه. نحن لا نملك شيء، إنما نحن فقط عاملين في هذه الكرم، أما صاحبها فهو الله القدوس تبارك اسمه. الحاجة الثانية، دورنا إن احنا نصنع ثمر سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، ولله المجد دائما أبديا، أمين.